بسم الله الرحمن الرحيم. سعدت الآن أن ألتقي بأحد الآباء الكرام. اسمك؟ من اسمك؟ إبراهيم. زين. معلم إبراهيم، أريد أسألك عن تعليم القرآن الكريم. من متى بديت؟ أنا بديت القرآن الكريم أدرس من 93. من 93 ما شاء الله. كيف طريقتك في تعليمهم؟ تقريهم يعني؟ أقريهم. أها. خلخدمة. أيوة. قبل من يروح المدرسة الأولاد وكذا يكون يجوا يتعلموا هنا. ولا أيوة كيف؟ أيوة. بالليل يتعلموا. المغرب ما بين المغرب والعشاء. أيوة. ولا كيف؟ نصلي المغرب إلى صلاة العشاء. إيه ما شاء الله. ويجوا الأولاد ويتعلموا وكذا. أيوة. الحمد لله. أيوة. إيه صحيح. يجي أبو يختم الختمة. وإيش يسوى له في السابق أول؟ أول في السابق إحنا يوم ختمنا القرآن أولنا وحدنا. أها. يقولنا تيمينة. تيمينة ما شاء الله. أيوة. أها. ويوم في البداية أول مثلاً نكتب إحنا أول في نكتب أبجد وهذا. أها. نسويها شاره نجيب سح وسمن. إيه سح وسمن ما شاء الله. أيوة أيوة. في المدرسة. في المدرسة. ولا يروح البيت؟ الحين لا في المدرسة. في المدرسة. أها. الحين في هذا ما يجي. إيه تو ماشي عادي. لكن قبل ما شاء الله كذاك يعني أبو يختم القرآن يقرأ ويختم القرآن يروح تيمينة ويسوي له عيش وهذا. آه ما شاء الله. آه أما تمام تو ماشي هذاك جميل. وهل ساعدهم هذا تعلم القرآن على سرعة القراءة والكتابة وكذا؟ هل ساعدهم الحين كتابة ما هي أكثر شيء بس تعليم القرآن الكريم ما شاء الله جميل. أحسنت بارك الله فيك. الله يسلمك.